قتل 17 شخصا بعد تحطم طائرة عسكرية باكستانية كانت في رحلة تدريبية في مدينة راولبندي في وقت مبكر اليوم. وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت. حدث هذا الحادث المؤسف هنا حيث تحطمت طائرة التدريب. بدأت عملية الإنقاذ على الفور، تم احتواء الحريق واستغرق حوالي ساعتين لاستكمال عملية الإنقاذ، تم انتشال جميع الجثث. كانت الساعة الثانية صباحا عندما وقع الحادث، وكانت ذيل الطائرة مشتعلة ولم يستغرق الأمر سوى ثانيتين أو ثلاث ثوان، وتحطمت بالقرب من هنا واحترق أحد المنازل تماما.